الحياة فرص، تعلم كيف تستثمرها لتصل إلى أهدافك السامية بأقل الخسائر الممكنة. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الأكارم. خليني أرحب بضيفي الأول الأستاذ حيدر عرب الموسوي، رئيس مركز القمة. حياك الله، رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ عباس العرداوي، عضو مركز الخبراء الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك ورمضان كريم. أهلا وسهلا بك، حيا الله ضيوفكم الكرام، حياكم الله. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ حيدر البرزنشي، الرئيس مركز ألوان للحوار. حياك الله. مرحبا. رمضان كريم. حياكم الله، شهر رمضان مبارك عليكم. ضيفي الرابع هو الأستاذ سرمد البياتي، مستشار المركز العراقي للدراسات. حياك الله. أهلا وسهلا، تحية لكل ضيوفك الكرام. شوف، هي نبديها بضحكة أول مرة، يعني قبل لا نبدي بالحوار السياسي يعني وغيره من الحوارات، راح أسأل واحد واحد، إيش متوقع أول سؤال تنسأله بهيك برنامج؟ نبدي وياك أستاذ حيدر. نخرج عن المألوف. والله كنت متوقع يعني كمحطات. هو من عنوانه المحطات اللي مرت بيك بحياتك، الصعوبات وايضا الامور المضيئة اللي شفتها خلال فتره حياتك الى ان نوصل هذه المرحله، تتوقع هيك يعني؟ طبعا انت قلت فتشي للطرفه، هذا نرجع له، مو على بالك. لا لا، ما اللي في الكواليس كله يطلع بالجو. زين استاذ حيدر، شو تتوقع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه طيبه لجنابك ولضيوفك الاكارم ومتابعي قناتكم. يقينا المحطة عنوانها المعروف انه اول محطة، اتوقع اول محطة في حياتك يتم السؤال عن هذه المحطة. متى ابتدأت؟ طلالي. ها؟ ضم 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 بعدين. يعني اعتقد هي محطات الحياة بالاضافة الى محطات اخرى، ليست فقط شخصية، قد تكون محطات سياسية وغيرها. انا خل اسمع منكم وبعدين اقول لكم اللي عندي. ايه بيتتنا هوايه وياي. استاذ عباس، انا يعني متوقع انه يصير سؤال حول الحياه الاسريه. يعني راح نطلع الاسرار كلها اليوم، كل الموضوعات. استاذ سرمد، يعني اتوقع تقولين مثلا سؤال لماذا في المحطه العالميه القطار، يعني هذه الايقونه اللي تمثل فد شخص عراقي مهم جدا، يعني خاصه الاجيال القديمه يعني، وجماليتها يعني لو تشوفين المكان. طبعا، لان هذه انا تكم سنتين اني اسافر منها يعني الى شابع التحقياته طبعا من داعي من هذا المكان، فمن دخلت من قتي المحطه يعني يعني جيت فورا بس شويه اشوف يعني لحد الان هي ذكريات حلوه. ذكريات يعني حلوه وبيها مر يعني انا نجي لها واحده واحده. لكن خليني أخرج عن المتوقع، ما راح أسألكم. أنا عادة سؤالي البديهي اللي ينسأل هو عن محطات الحياة، بس هسه راح نخرج عن محطات الحياة وبعدين نرجع لها. سؤالي إليك يا أستاذ حيدر، هل هناك اتفاق ما بين المحللين السياسيين في الجلسات بالتلفاز، يعني من يتم الاتصال بهم او كذا، مثلا يتفق ضيف مع ضيف اخر، انا راح اعلي الرتم انت تعلي وياي كذا، اكو هيك؟ صراحه انا بالنسبه لي ما مريت بهذا الموقف. بالعكس، بعض الاحيان نجي للحلقه ما نعرف من الضيوف من الضيف الاخر اللي راح يرافقك. نعم. باعتبار اذا ما تم السؤال راح يكون الاجابه انه بعدنا احنا ما متفقين مع الضيف الاخر. وبالتالي نجي، لكن دائما التصور المبدئي انه اي اذا كان موضوع سياسي بطبيعه الحال راح يكون حقيقه صاحب النظره الاخرى او وجهه النظر الاخرى يكون ضيف، بحيث يكون اراء مختلفه، باعتبار الاتفاق بالاراء والاتفاق بالافكار ما يعطي حقيقه للبرنامج او للحلقه الرؤيه الحقيقيه ان لم يكن هنالك اراء مختلفه بهذا الموضوع، وما راح ينطي الحلقه فائده حقيقه للجمهور اذا ماكو ايضا اختلاف بالاراء. وبالتالي ما مريت انا بهذا الموقف انه يكون اتفاق ما بيني وما بين الضيف الاخر او ما بيني وما بين المقدم البرنامج بهذه القضيه، انما حقيقه هو حوار تطرح به كثير من النقاط، إذ ما كان حوارا سياسيا أو حوارا اجتماعيا أو نظرة أخرى في هذا الجانب. أستاذ حيدر، يعني العركات اللي تصير بالجو هاي عركات حقيقية؟
في بعض الأحيان. خلاص مو أكو برامج مدفوعة الثمن نصير. هذه اللي شاهدها مثلا البرامج الأمريكية، هاي حلبات الصراع اللي تكون. الصراع تصير بالكراسي لا يعني احنا ما مرينا يعني يمكن مرة أو مرتين مريت بيك موقف، والسبب أنه الضيف الآخر أكو سياقات أكو لياقات في الحديث في الطرح، يحترم رأيك يعني مثل ما هو ماكو إشكال، بالتالي لك رأيك. هي عملية الاستفزاز وعملية الابتزاز، أحياناً أنت ما متوقع حتى مهما كان اسم الضيف، أي عنوان كان، أي جهة سياسية كانت، بالنتيجة هو منتظم إذا كان سياسياً أو يحمل أيديولوجية خارج المجموعة السياسية، لكن أحياناً تتفاجأ ببعض الألفاظ الخارجة عن السياق الأدبي فعلاً. للحوار يبدأ يتهكم يتهجم يترك الموضوع الأساسي ويأخذ شخصي مرات نعم شخصاً شخصي. يعني مثلاً على سبيل المثال حياتي الشخصية سلوكي الشخصي ما له علاقة بانتمائك السياسي، هذا ينم عن ضعف الشخص المقابل وعن عدم معرفة. وللأسف الشديد أقولها بصراحة، أحيانا مقدمي البرامج يعملون ويتفاعلون حتى يحصلون على عدد أكبر من المشاهدات، فدفعنا هذا إلى أن نسأل في كل مرة من هو الضيف الآخر. إذا كان ضيف يعني أكو كم شخص حقيقة أنا لا أسمح لنفسي أن أخرج معاهم لأنه مو بالمستوى المطلوب، مو أقصد أن أنا قضية المستوى لا، سياق الحديث مالته ولو كإنسان محترم كل الأشخاص اللي نخرج معاهم كأشخاص محترمين. نعم. لكن يعبر عن أيديولوجيا عندما يعني يمر بضائقة في التفسير أو التفكير في التعبير عن آرائه يضطر إلى أن يهاجمك عندما يفهم بالموضوع. نعم. يحاول أن يهاجم الأمور الشخصية. نعم. هذه اللي النقطة الأساسية اللي ممكن أن تكون، أما أنه إحنا متفقين لا، أبو العلاقات عندما يتصل هو يعرف أنا توجهه شنو، ويعرف الضيف الآخر توجهه شنو، يقينا راح يجيب أيديولوجيات مختلفة حتى يطلع بقضية مثمرة. خليني أجعلك أستاذ عباس، صايرة وياك في يوم من الأيام مثلا رحت لبرنامج وعلى قولة أستاذ حيدر الأيديولوجية مال البرنامج ما عجبتك، فبالتالي انحرجت أنت من موقف مثلا يجوز بينت يعني مثلا عدم رضاك كذا، بس وصلت الحالة إلى أنه تترك الحوار، وصلت عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم وعلى شعبنا، وإن شاء الله بردا وسلاما، وأهلا وسهلا بكم الضيوف الكرام الأخوة المحترمين، شاشتكم المحترمة وست بتول بشخص كريم. أنا أعتقد أنه التحليل رسالة تحتاج إلى المهنية والمصداقية، وجزء كبير من أدها متعلق بمتبنيات الرأي العام والدفاع عن إحنا خرجنا من مساحة الأيديولوجية السياسية إلى المعتقدات والانطلاق أصلا من هذه الزاوية، فعملية الوقوع بالفخ اللي تعتمد بعض العلاقات أو المقدمين أو القنوات، بالتأكيد ماكو واحد بحجم ظهور كبير أكثر من 1000 ساعة ظهور إعلامي، لازم عندك برنامج برنامجين بإشكالية بمشكلة بي، فبالتأكيد انسحبت من برامج مو برنامج مرة لسبب الرسالة اللي أحملها، أنا ما أريد أعقد المشهد فأتحملها على شخصي أنه أنسحب، أفضل ما أدخل في مهاترة في سجال أو في سجال. وبعضهم لا، يخليك أنه تدخل بالشاشة ويجيب لك الضيف الثاني، وبالتالي أنا دائما أنا أسجل عتبي بشكل مباشر وبالجو، هتحفظ لحقي اعتبار أنه هذا الموضوع أصلا غير معد له، ولسنا طرف في تأزيم الشارع. موضوع الاتفاق اللي سألتي عليه، نعم تعقد اتفاقات كثيرة لحاملي الرسالة، نختلف وأنا وأستاذ سرمد، لكن كثيرا ما نتفق أنه علينا أنا وياه يعني مثلا أكو فت قضية إنسانية، لا هذا شاهد حي إنسانية. لا شاهد حي شاهد تتفقون عليه شاهد حي، أنا وأستاذ سرمد متفقين عليها أكثر من مرة، نقول أنا وياه من مصلحتنا نهدئ الشارع، من مصلحتنا نحفظ الناس ودعم الدولة، من مصلحتنا إذا كان أكو موضوع يخص دعم الدولة نحفظ الدولة. نختلف في الأشخاص، نختلف بوزارة، نختلف بحكومة، نختلف فبالتالي أكو معايير وأخلاقية، أكو شاذ عنها بالتأكيد أكو شاذ عنها. أستاذ سرمد، أهم صار عندك موقف، أنا سألت أستاذ عباس عن مواقف ممكن نسحب بها من البرنامج، أهم صار وياك موقف مثلا سئلت سؤال يعني يحمل طيات كثيرة والجواب مالتك راح يكون
مبني عليه كثير من الاحتمالات. سؤال مفخخ. اي لا انا يعني اغلب الاحيان اميل للجانب الامني. الجانب الامني خطر، وخاصه انه تعرف انت قسم من المذيعين والمذيعات يعني المقدمين يدورون المعلومه، بس هاي المعلومه ممكن ان تؤدي الى كارثه. يعني البارحه انا احرجت مثلا بعد كنت عده قنوات على موضوع هذا يعقوب المهاجر خالد الجبوري اللي قتلته مسيره امريكيه. صار اكو تناقض، المسيره امريكيه وامريكا اعلنت قبل يومين زين احنا جهاز مخابرات اللي يرأس السيد محمد الشياع واللي اعلنوا البارحه يا الله اعلنوا والعمليه كانت عراقيه سرية. تماما سريه. فبدوا يسالوني يابا شلون الامريكان التحالف الدولي شلون ذكر قبل يومين وانتم ليش هسه ذكرتوا؟ طبعا هذا الموضوع به اشكالات وبه مصادر وبه هذه يعني امنيا ما يسمح امنيا انك تنكشف المصادر منين وصلنا له. هذه مهمه منين وصلنا له. فبقت يعني قنوات مهمه يسالوني ليش احنا انتظرنا يعني سيد رئيس جهاز مخابرات اللي هو القائد العام القوات المسلحه انتظر تحليل الدي ان اي ما مشى ورا الجماعه يعني بقينا منتظرين الى ان تاكدنا انه هذا يعقوب المهاجر. بس احنا من نتكلم شلون العمليه عراقيه وليش راح نكشف المصادر الموجوده هناك يعني هم راح ياخذون حذرهم من بعض الامور. احنا ما نريد ياخذون حذرهم، نريد يكون يعني منفتحين يتعاملون يا مصادرنا بصوره طبيعيه يعني. هاي اكثر الاحراجات. هاي الامور اللي ما صايره عندي انا ابدا، كلهم اصدقائي واخوتي يعني. بس ومثل ما قال سيد عباس نحن متفقين على دعم العراق مهما يكن، ايش قد نختلف ايش قد هذه، يمكن بعض الاحيان يتفاجئون قد يكون حج حيدر او سيد عباس يمتازون شويه بالشده والهذي، لكن انا من اطلع وياهم يعني المواطن يتوقع انه راح يصير شد، لكن احنا بعض الامور استاذ حيدر هم سيد حج حيدر هم سيد ما احنا كنا بالحج ثلاثنا مره واحده بس انحرجت في احدى القنوات المهمه يعني الاخوه يعني في احدى القنوات فهم جايبين ضيفين. اني حكيت اول شيء تكلمت فمسكت الدول الضيفين بدايه كلامهم راسا تبادلوا الشتائم بشكل كبير. يعني انت ما تعرف شو تسوي ما انا بقيت صافن حتى المذيعه دزت اعتذار لان هذا من جهه معينه خلينا نقول يعني تميل الى تشرين ذاك من جهه بعيده يعني فراسا يبدو انه بيناتهم كان خلاف سابق. فرجعت للمذيعه قلت لها لا انا احترم القناه واحبكم كلش فانا راح التزم الصمت الى نهايه البرنامج. البرنامج ما تركت لي انا احترم القناه اصدقائنا ويعني قناه مهمه تفاعذروني انا بهيجي سجال ما ادخل بس ما راح اترك البرنامج ابقى وهم شويه عاد حسوا على نفسهم. بس فوجئت في انه سيد حجي رئيس واحد سب الله لها تصير يعني كبيره بالشاشه حتى ما تطلع المفروض بالشاشه. لا بالمناسبه يعني حتى الانصافون يعني مو فقط في العراق لا هي موجوده يعني في كل الدول البرامج يعني حتى دوليه ومحليه احيانا توصل حتى ضرب بالايادي. مو قلت لك يعني اكو بعض المقاطع شفناها حتى المياز مال المقدمه ينشال وكذا. الله يبعدنا عن هيك شيء. خلينا نتفق انه الاسئله يعني هي مو موجهه لكم شخصيا وانما بشكل عام ما يطرح بال يضحك معناه راح يضحك. لا بدا هو بدا هو شايف واحد الرمي مفرد بعدين صلي هو هسه احنا صلي راح نصلي. سيد حيدر سيد حيدر راح اسالك من البدايه حتى هم يتحضرون للجواب. اي خالدين بعد راس حربهم. عذرا على السؤال. نعم اكو محللين ملمعين لبعض السياسيين بصراحة. نعم يتم شرائهم بمبالغ معينة، يتم شرائهم بمناصب معينة. شوف وسط يعني المحللين السياسيين الموجودين اكو جهات سياسية يكون لها فريق خاص حقيقة وتحاول من خلال هذا الفريق الخاص تنطي يا اما وجهة نظر او رؤية او مبدأ معين، وهنالك شخصيات تحاول ايضا ان تشتري ذمم بعض المحللين السياسيين او حتى بعض المراكز تحليلية وبالتالي تحاول أن تلمع حقيقة وأن تقدم هؤلاء على أنهم يعني قادة حقيقيين وقادة يستطيعون أن يحققون الشيء الكثير. وشاهدنا هنا الكثير الذين لم يحققوا شيء ولم يقدموا شيء حقيقة إلى الدولة العراقية وإلى الشعب العراقي، لكن بالوسط الإعلامي شاهدنا كثير من
المحللين الذين يغردون حقيقة ويتحدثون ويصلون إلى حقيقة رفع الصوت والمهاترة والتمجيد في هذه القضية. وبالتالي شاهدنا كثير من الذي يتحدث وأوصله إلى قائد الضرورة، بالتالي يتغنى به ويتحدث به ويتهم الأطراف الآخرين ويحاول أن يسقط آخرين. وشفت يمكن حتى بعض الأحيان إذا ما يصير حوار تلقين أحد الأطراف يحاول أن يتحدث بأسلوب التحليل الحقيقي بمتابعة الخبر بتحليل المادة الخبرية، تحسه يحكي بهدوء بركازة كذا، الطرف الآخر مرات تحسه متشنج يعني رأسا أول ما يبتدي يهاجمك يهاجم جهة إذا أنت كنت تابع مثلا إلى جهة سياسية معينة. وبالتالي أغلب المحللين السياسيين قلة، هناك المستقلين الأغلب لهم جهة سياسية وبالتالي هم يتبنون مبدأ هذه الجهة السياسية. تشاهد الطرف الآخر الذي يحاول أن يمجد ويلمع صورة طرف معين، يبدأ بمهاجمتك، يبدأ باستخدام تعابير حقيقة لا نستطيع أن نقول أنها تعابير لمحلل سياسي أو لباحث أكاديمي في هذه القضية، وتبدأ المشادة. نحن حقيقة بعض الأحيان مثل ما قال أستاذ سرمد نبتعد عن هكذا أوصاف، نحاول أن نذهب إلى الجانب التحليل الأكاديمي العلمي في هذه القضية عندما نتابع الخبر ونعطي التحليلات الحقيقية في هذه القضية. وإذا ما كان هنالك طرح حقيقة غير موضوعي من الطرف الآخر، إذا ما كان هنالك اعتراض، نوصف بكثير من الأوصاف، يمكن الوصف الماشي ما أعرف إخوان إذا يذكرون سالفة الزبوق زين، بس تحكيها وتناقشه هذه الاتهامات حاضرة أنك تتبع الجهة الفلانية تلمع الجهة الفلانية، لكن إذا ما دققت النظر تشاهدين أنه هذا الشخص هو من حقيقة يلمع وهو من يمجد أطراف أخرى، والدليل أنه يحاول أن يمجد شخص ولا يقدم شيء ولم يقدم شيء لا للوسط ولا للدولة العراقية ولا للجهة التي يعمل بداخلها، إذ ما كانت وزارة أو إذا كانت مؤسسة، إذ ما كانت مؤسسة تشريعية أو تنفيذية. وبالتالي هؤلاء موجودين حقيقة وبكثرة للأسف موجودين. خليني أسألك أستاذ حيدر، في يوم من الأيام مريت بهيك موقف باعتبارك يعني شوية نقدر نقول دائم المشاكسات بالجو، مريت بهيك ظرف ممكن خابرك أحد السياسيين رادك يعني لمنصب معين وبالتالي احكي عنه أو امدحنا بالجو، مريت بهيك؟ ست عزيزتي ست بتول، في كل العوالم إذا كانت عالم التحليل السياسي أو عالم الإعلام وعالم السياسة، كل العوالم أنا أتحدث هنا بصورة عامة تاريخيا والآن صار فيها ابتزاز، صار فيها مساومة، أكو مجموعة وفريق مؤمن، لكن يجب أن نفرق بين الأمرين. مرة أنا أؤمن بمنهج وبسلوك سياسي أعتقد فيه، وهذه قضية جاي. حرية شخصية مثل ما جنابك أنت سين صاد أليف يا أي شخص يعني كمواطن تخرج عن عباءة المحلل التحليل. مرة أنا منتظم سياسي جزء من منظومة سياسية وهو ليس عيب، وهي هذه الكيانات السياسية حال حال كل دول العالم، لكن للأسف الإعلام أيضا هو الذي سقط المنظومة السياسية في العراق ووجه سهامه على أنه الأحزاب كلها فاسدة. فأصبح شنو؟ أصبح أنه الإنسان إذا ينتمي لجهة سياسية معينة معيبة، وبالتالي قام يحاول البعض مع الأسف، وأنا أعتقد أنه سوء تقدير، سوء موقف، عدم تقدير موقف، يحاول أن يبتعد عن الانتماء لجهة سياسية معينة. نعم قد تعرض بعض العروضات أو كثيرة من العروضات خصوصا في الجهة التي تكون مناوئة أو غير راغبة بأن تشتري صوتك أو تسكتك بقدر من الدراهم. هاي أتذكر كان معاوية في ذلك الوقت، هي تاريخيا يعني نتحدث عن، وكثير من الملوك والمماليك في كل الأزمنة كانوا ينطون صرات من الأموال حتى يكسبوا هذه الأصوات. إحنا أتحدث عن شخصي وعن بعض الأخوة الحاضرين معنا، سيد عباس بعض على أقل تقدير اللي يعرفهم وقريب منهم وبتماس. واقعا عندما عملنا ما عملنا من أجل أن نعطى منصب ما، هناك جهاد يسمى جهاد التبيين، وهو صناعة الوعي والرأي العام في الشارع العراقي مهم على أن لا تأخذنا المآخذ. نعم كل إنسان عنده طموح والطموح طبيعي، لكن عندما يتحول إلى طمع ويتحول إلى جشع وإلى غاية من أجل غاية كسب من أجل كسب رضا فلان أو فلان، إحنا اليوم نشخص ما لا يستطيع أن يشخصه الآخر.
وتحدثنا بقوة عندما كان الإطار في ذلك الوقت، فاعتبرنا نعتبر مقربين من قوى الإطار الشيعي. نعم. في قضية بسيطة أضرب لك مثل، قانون الأمن الغذائي اعترضنا وامتعضنا وكتبنا، كنا غير راضين عن إقراره في ذلك الوقت، وبالتالي عوتبنا من بعض الشخصيات وتحدثنا بكل صراحة. نحن لسنا في جهة تبرر كل الأفعال وتجعلها أفعالا سوية لا تعطيها درجة العصمة. يخطأ طبعا بالعمل السياسي، الخطأ وارد ووارد جدا، بالتالي مو هو مو عمل عبادي، فنقول أنه فلان خطأ فلان خطأ. وإذا تجيني إلى واقعنا، قد يكون بعضنا مثلا ما عنده وظيفة، أو مثلا عنده وظيفة لكنه حالته غير ميسورة، بعكس هو يلعب على هذا الوتر أنه يقول لك، يقول لك خلي أحاول أنه أغري بالمنصب أو القضية قضية مبدأ. أحيانا أشخاص يقول لك أنت يعني مدافع شرس وعرضت حياتك وحياة أهلك ووضعك إلى المخاطرة، وقد يعني كنا متابعين وهددنا آلاف المرات، لكن أنا اليوم مؤمن بقضية، مو بالضرورة أؤمن بقضية من أجل مال، لا، أؤمن بقضية لأنه أنا عندي عقيدة وعندي مبدأ وعندي هدف. بالنتيجة الإنسان رسالي، هكذا تعلمنا وتربينا أنه تكون عندنا رسالة، هذه الرسالة نؤديها. إذا كان السياسي سين أو صاد أو إطار أو غير الإطار، يبقى هذا الموضوع. وبصراحة أنا اليوم أتبنى وأدافع عن عقيدتي كمواطن عراقي شيعي كردي كلها، بالنتيجة أقف أمام أي مصد آخر ولا أهتم حقيقة للمال. اعترض على حج حيدر شوية. اي تفضل. أكيد إحنا حقك تعترض بها مفتوح النقاش. إيه أخذ الحج كله. حج حيدر بس أنا عندي اعتراض، اعتراض بسيط. اعترض من حقك. مثل ما أنت تقدم مثل هذا الشيء، وأني أعرف يمكن أني ابني يعني تتأذى بهذا الموضوع، أنتوا أعرف إيش قد عانيتوا في فترة اللي هي أصعب فترة، المشكلة بين الإطار والتيار، وهذا يعني مري شيء واضح للعراقيين كلهم، الأربعين مليون عراقي، لا بالقسم منهم هجروا من أخوتنا اللي جالسين هنا يعني من مكاناتهم. لكن ألا تعتقد بأنه الجهة اللي مهما الجهة هذه وطنية محبة للعراق مهما يكون، والمفروض تقيم هذا العمل؟ شوف حج حيدر هسه يأخذ ماري تحرف الأمور واضح واضح. لا لا طالبين مناصب لا، لكن التقدير مثل ما أنت اليوم عملت كذا وكذا وكذا، وكلنا نعرف يعني التضحيات أيضا المفروض هذه حتى الجهة السياسية تقيم. الجهة السياسية تعمل لله، لو تعمل من أجل إذا مصلحة طبعا سياسية وهدف وغاية، حتى أن تكون مؤيد إلى التقييم، لا بل لا مؤيد إلى التقييم والتكريم ووضع الإنسان اللي فعلا أصبح مؤمن بموضوع معين ومشى وياه إلى نهاية الطريق يجب أن يكافئ. أنا هذه يعني أعتقد هذه ما عندي وجهة نظري هاي. نعم أستاذ عباس، أريد أفهم يعني شلون تحللون الأمور السياسية، شلون تحللون ما موجود بالمجتمع؟ هل يعني تتابعون الأخبار أول بأول؟ هل عندكم مصادر معينة؟ هل يعني شلون مثل ما نقول إحنا مرات العراقيين شو يقولون عليهم؟ دائما يحللون، حتى أبو التاكسي يحلل، أيه صحيح. الإنسان الفقير العادي يحلل، شلون يبدي التحليل عندكم؟ يعني هل هي وجهات نظر؟ بتقول التحليل حاصل. السياسي هو محطة من محطات العمل السياسي ما بين التنظير وما بين الفعل السياسي. نعم. أنت تمارس، هي السياسة لعبة، المنظر يضع قواعد اللعبة، ولهذا عندنا شخصيات قليلة يفسرها، احنا نقول قليلة تضع قواعد اللعبة، هذا يأشر لها، يضع هذا اللي تجدينه في شورى الأحزاب، تجدينه في شورى الدولة، هذا يضع قواعد اللعبة. وعندنا لاعب فاعل سياسي بقرار يحرك منا يمين ويسار، هذا فاعل سياسي مباشرة. الجمهور لا ينظر للمنظر، يعني المنظر عادة مظاهر، ممكن يأشر إشارة بتغريدة وبكلمة. نعم. والسياسي ملتهي عن الجمهور، لأنه يعني هو بالفعل السياسي نازل جاي يلعب مباشرة. الناس تنظر للمحل، يحلل الخطوات اللي يشتغلها السياسي، لتقييمها سلبا وإيجابا. هذا التقييم نختلف فيه، أنا أنظر له سلب، الآخر أنظر له إيجاب. وينظر إلى المنظر نفسه شو يريد،
المناظر مرة تكون مرجعية ومرة تكون إرادة شعبية ومرة تكون أشخاص بعينها بذاته. التحليل مثل ما أشار أستاذ سرمد، إذا ما يبنى على معلومة ما راح يكون واقعي. هاي النقطة. راح يبنى على أمنيات. وقد يكون انعكاس لرؤى الشخص على حقيقة موضوع. هو هذا سؤال. وهذا خطأ وخطر. آراء ممكن تكون شخصية لو لا يعني آراء تحليلية. لا هذا هذه غير المهنية. وإحنا المشكلة مرة يوصف التحليل هو مهنة لا مهنة. من لا مهنة له. البعض يسميها كذا. في حين إنه المحلل لو تعرفين حتى يطلع بتقييم وتقدير للموقف. يشوف كل الجهات. هو عبارة عن منظومة معلوماتية. عنده جمع وهذا الجمع نسميها منظومة رصد، وهذا جزء الرصد جزء جمع المعلومات العامة من خلال متابعة المواقع وجمع المعلومات السرية بالاتصالات وبالجروبات وبغيره وثلاث الاتصال بمصادر القرار. يعني احنا اغلبنا موجودين بالجروبات اللي موجود بها رئيس الوزراء وموجود بها الوزراء والمختلفين والمتفقين. موجود لك انت فد 25 مجموعة من شمال العراق إلى جنوبه مختلفة ومتحالفة. فأنت الطبخة قدامك جاي يصير تقراها وتتواصل وياها وتعرفها، تنظر إلى مخرجاتك وخلفيتك العقائدية اللي مبنية عليها. قد يرى البعض أنه الموضوع ما متعلق بيدي، موضوع طلع خبر أنا لا جاي أفكر به، هذا أديولوجيا هذا به استهداف أشبه بعمل المتنبئ عنده استشراف. أشبه بعمل المتنبئ، مو فتح فال. إذا صار فتح فال صار بس محلل لما سيحدث. إيه بس هذا وين؟ هذا حينما تصدق رؤاه، يعني المحلل وين بنتائجه؟ يعني اليوم إحنا قيمنا الوضع إنه هذا القدح ينقلب. أكو هواء، أكو واحد يتلاعب هاي. لا تنبأ لهذا القلاص، تنبأ للي يمك. مو تخافين ما يوصلت. رجل شفتها مكسورة، دكتور أستاذ حيدر ما يشوف هاي. هاي ليش تنبؤاتك هيك أستاذ عباس؟ ما أنا أقول أي هذا النظر إلى زاوية التحليل مثل النظر إلى زاوية الرسم. أرسم زاوية العين إيش تكتب؟ بما لدي من معلومات أجي أستنتجها. مبدئياً عندك خزين وكم هاي. إيه بس هذا لا يعني. سيد عباس أكو نقطة جداً مهمة. قضية التحليل السياسي هي معلومة وخبر. أول مرة مصدر المعلومة والخبر، دقة هذه المعلومة، بعد ذلك هو الاستقراء لهذه المعلومة لما سوف يحدث والنتائج التي تبنى على هذه المعلومة وهذا الحدث. على زاوية أخرى. على هذا الحدث. لا العفو، هذا التقييم الموضوعي والتحليل الموضوعي اللي هو لا يختلف عن التقرير الأمني والتقرير السياسي ونفسه بالإحصائيات بالزراعة. هو استشراف. بس إحنا اللي جاي يصير عندنا إحنا يملك أفكار يحاول تسويقها، اجى الانقلاب راح تسقط، حضروا الحكومه اشردوا ما ادري شو. لا بس سيد عباس هاي انت سؤالك طبعا جديد اكثر. وقعنا يابا سيد عباس خلينا بالعباس خلينا اقول لك. لا لا خليه يجاوبني. لا خلال سنه ستبتول بس عفوا خلال سنه او سنه ونصف. ما اعطتني وقت ترى كل والله. بس خلي لا لا بس كلامك مهم. قصدي مصداق كلام سيد عباس وين؟ انه ستبتون خلال سنه ونصف كل ما قلناه وكل ما توقعناه صار. هاي تجربه واحده عكس ما استشرف الاخرين كانوا يضخون بنزين مع الطيارات حتى يساعد على احتراق الشارع والتأجيج بكل ما يؤتون من قوه، ولكن يابا خذوهم فغلوهم اما الجحيم فصلوهم كلها ما صارت. انتهى الموضوع والإطار شكل الحكومة. هذا مبني على المعلومات ومبني على الرؤى. خلي يكمل كلامه. لا العفو أقول هذا أيضا اللي بالطرف الآخر اللي كان يراهن على قضية أيضا ينظر إلى زاوية الفرق ما بيناته راح يقيم المتلقي. راح يجي المتلقي يقول يابا هذا قبل 5 أشهر قال هاي السالفة، هسه احنا عندنا كم شخصية جابها علينا حلفان من ذاك اليوم لهذا مو قعنا سقطنا شردنا. يعني انا والله فديوم بلقى قلت له فديوم احد الشخصيات الاخوان كلهم محترمين ان شاء الله فديوم قلت له يعني هسه يعني احنا تحياتنا لهم احنا ما دنا ننتقص منهم. لا عفوا ورا ما خلص والله قلت له انا هسه شو اسوي احضر وحشرت يعني ما عندي جواب. المشكله وين؟ المشكله بالشارع يخشى هذه المعادله. وليش احنا قلت احنا نتفق على انه ندعم الدوله؟ هسه انا هذا السياق عاجبني ما عاجبني بالاخير هاي الدوله باقيه.
حكومة تختلف. أقيم أقول اليوم أكو إساءة أو تقصير بوزارة النقل مثلا، بوزارة الصحة، بوزارة الكذا، والتقييم مو مبني على ابتزاز، هذا هم أكو جانب إليه وهم أكو ناس إليه وهم جاي يطبل لبعض الشخصيات، لا مبني لأن أنا جاي أشوف مثلا هذا التراكم يسأل. وتدري أنه هذا إحنا أغلبنا من تطلع من عندنا آراء يتم التواصل، يا بليش قلت هاي الحكاية؟ يعني ايش عجب مثلا ذكرت هي؟ انا اقول لك لان هاي المعلومه جزاك الله خير رحم الله والديك يتم التعامل معها. واليوم انا للامانه اقول اكثر واحد شخصيه يتعامل بتقييم الوضع وبدراسه الاستنتاجات حكومه السيد السوداني، تتعامل بموضوعيه وجاي تقيم واللي جاي هذا لازم نرجع له وجاي يصير حدث جاي تتواصل. واني شاهد على عشرات النقاط اللي صارت بالتواصل انه هاي تتعدل وهاي تتقيم وهاي ترصد رصد رصد متابعكم متابعه عندهم قويه متابعه قويه. راح نرجع وياكم نرجع ويا استاذ وهاي تختلف عن متابعه الكاظمي. متابعه الكاظمي كانت لامن الشخصي، في هذا كان الشارع متوتر ماكو عامل ثقه بينه وبينه. ذكرتنا بحقبه سوداء. هسه نرجع لكم، هسه نرجع لكم، خلي رايكم شويه. هذا العصير لا يوقع، ما يقبل يعني. ما يقبل ارجع الكاظمي، ما يقبل صديق، لو يعطونا العصير يعني راح يوقع. خلينا نروح وياكم الى فاصل ونواصل. سياسيين ودا نحكي تحليل سياسي، وهاي خرجنا عن اطار البرامج اللي تكونون بيها دائما كلاسيكيه. اي خليني ارجع لك استاذ سرمد، حكيت حكايه وهذه راح اقف عندها. قلت هذا السؤال خطر اللي هو انه التحليل السياسي وكيف تحللون لا المعلومه. احنا تكلمنا على انه يعني بعض الاحيان يجي واحد يعني من الاخوه يتكلم على حادث معين وهي المعلومه ماكو اصلا، معلومه خاطئه اكثر شيء يعني مبني على شاعر. لا مبني على شاعر اني يعني يعني خاصه القنوات العربيه والدوليه، يعني مثلا من يستضيفك ويقول لك مثلا زياره مسؤول ايراني، ما تطلع استضافه اي زياره مسؤول ايراني مثلا السيد قائد زين او فلان شخصيه. طبعا راح انطي سؤال الا اي لان هوايه يتحارش. المشكله انت من تتصلين بكل قيادات الدوله الموجوده، يقولون نيابة سيد قاني ما جاي لبغداد، ما واصل العراق مثلا، فتطلعين باللقاء مثلا اول سؤال يسال مثلا لا مو شرط مدير المخابرات التركيه زين صناعه خبر مزيف، فلازم يكون متيقن هو جاهز. هو هاي اللي تكلم عليه انه انت لازم تخابرين المسؤولين كلهم بالعراق، واحد اثنين ثلاثة المهمين جدا، انه هل فعلا مدير المخابرات التركية او مدير المخابرات السعودية او شيء موجود بالعراق. الهم وش عندهم الاعلام الدولي والعربي؟ شوف حجي حيدر شو يسألون سيد اول ما يبدي شو يسأل، يقول برأيك ما هي الامور اللي تم التباحث عليها خلال الزيارة؟ خلال الزيارة يعني تجاوز المصداقية بها والله العظيم. فاليوم صاير بيك موقف حكينا كثير من هذه الامور اصلا مرة من المرات، يعني نتيجة يعني انه بقيت قلت له اخي ثق ماكو زياره يعني بعد احلف لك يعني من هو طلعت حلف انا شايف اللقاء من طلعت في السياره اتصل بي يعني الله يحفظه يعني مستشار الامن القومي. نعم. فقال لي يعني قال لي سرمد انا شفت احراجك يعني هاي، قلت له يا اخي اذا اقول لهم ما موجود عمي ما موجود فلان لا ايش دار من مباحثات يا اخي، هو اساسا زياره ماكو. انت دا تسال وتطلع قصف. نعم. قصف قصفوا القاعده الفلانيه. تدري يعني بالامر رسم يجرون تليفون زين تخابر امر القاعده يابا يقول ماكو قصف زين لا برايك من الجهات اللي قصفت هذا يا اخي؟ هسه تقولين ماكو قصف مشكله يعني، فتضطرين انه بهدوء تقولين والله الحالات القصف يعني موجوده الاستهداف، لكن يوم ماكو استهداف ما صار استهداف، وهذه مشكله اذا تكذبين قناه كبيره نوب يعني يصير عندهم عداء. هم يردون لا يردون اكو قنوات بالمناسبه يعني اكو قنوات اكو اي طبعا لا وبالوقت اكو قنوات ترى حتى ممنوع تقول بها داعش يعني بالمناسبه فعلا يعني من الدوله يعني هذا ما يسمى ويعرف هذه تنظيم الاسئله بالبدايه اقول من تحكي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. خليني أسأل هذا السؤال أستاذ سرمد. أستاذ حيدر مرت فترة على العراق
اللي هي فترة داعش وما بعد داعش وتشرين وغيرها. أنتوا كمحللين يعني أكو بعض القنوات ترفض ممكن تقول إنه تشريني، وأكو بعض تقول ممكن لازم هو متظاهر، وأكو البعض يقول مو داعشي لازم الدولة الفلانية، أكو بعض لازم تقول قتلة، وأكو بعض تقول لازم شهداء. هذه شلون تخلصون من عندها بالجو؟ يعني حقيقة هي مواقف، بس مرات صاحب المبدأ أنا بالنسبة لي بصراحة كثير من القنوات تحاول أن تفرض عليك سياسة معينة أو تطلب منك أن تتحدث بسياقات معينة. إذا كنت صاحب مبدأ لا، أنا أتحدث بالسياق المؤمن به، الأفكار المؤمن بها. يعني متظاهرين أقول متظاهرين، ما أقول ثوار، قتلى قتلى مو شهداء. وبالتالي هذه التعابير أنت تتحدث بما تؤمن مو بما يؤمنونهم. ولذلك إحنا مرات ندفع ضريبة، يعني مثلا قناة مشهورة ومعروفة تظهر تريدك تتحدث بالمعروف بالأديولوجية اللي عندها هي لا، ويتحدثون قبل لا يعني تطلع بالجو، يقعد وياك المقدم ويقول لك كذا واحد أو المعد واحد اثنين ثلاثة، لكن يفاجئون بإصرارك على المبدأ والموقف لا بعد ما يتصلون بك تنتهي هذه القضية. وإذا اتصلوا بك مرة ثانية يقولوا لك، يعني أنا مرة تعرضت إلى موقف حقيقة، تذكرون يمكن التظاهرات اللي خرجت تأييدا للمرجعية في فترة 19، إحدى القنوات العربية اتصلوا بي قالوا أريدك أن تتحدث بالضد والأجر مالتك راح يكون كذا مبلغ، يعني ومبلغ عالي. قلت لهم بالضد شنو؟ هذا يعني ما مؤمن بهذا، خلاف ما أؤمن أنا، خلاف المبدأ مالتي. تحب تطلع وبدوا يزيدون الرقم، اعتذرت من عندهم حقيقة، لأن ما من الممكن أنت اليوم تطلع تتحدث بمبدأ وتروح قناة أخرى تتحدث بمبدأ ثاني. هذه المغالطة وهذا الحديث بأكثر من صورة وبأكثر من وجه وبأكثر مبدأ بصراحة ما تنطيك بعد المصداقية أمام الجمهور، راح يكون كاذب أمام الجمهور. بالتالي أي حدث أو أي كلام تتحدث به بصراحة ما راح يكون ذو قيمة، قيمة علمية أو قيمة تحليلية أو قيمة مبدأ. بالتالي هذا ما يصدق على كثير من حقيقة الشخصيات اللي تتحدث بأكثر من صورة وبأكثر من شكل، من وجه. أكثر من وجه، من وجه. وبالتالي هذه القضية عيب، يعني أنا أشوفه واحد من الناس عيب. لذلك يشوفين أكو بعض الشخصيات يكون الصرف عليهم ببذخ، وبعض الشخصيات يكون لهم مواقع أو يتسنمون مواقع معينة نتيجة حقيقة تلميع أو نتيجة خنوعهم خضوعهم إلى هذه الإملاءات اللي الإرادات مصادر معينة. لا بل الأتهى من هذه القضية، أنا أعرف واحد يمكن أطلع الوردة الذهبية للإقامة باعتبار هو يهاجم 24 ساعة حقيقة ما يقعد وأنا يسب يعني ويغلط وكذا ومن تجي يقول أنا ابن هذا البلد. طيب أنت ابن هذا البلد زين، وتروح تمجد ابن هذا البلد زين واسمه قصرك يقول لك أنت تابع لكذا أو لي. يعني هذه المغالطات الكبيرة وهذا الميول الواضح لأكو أطراف معينة، وصاحب المبدأ تلقينا محارب. صحيح فعلا، حتى القنوات مرات ما تدز عليهم لأن تقول لك هذا عنده مبدأ معين. هذا لا مهم، مرات يضطرون اضطرارا لان هم يريدون، يعني اكو مشكله هاي ترجع لمهنيه، اكو فرق القناة بين الحياد، اكو مهنيين اكو حياد، ماكو حياد اكو مهنيه، اكو قنوات ما عندها مهنيه. المهنيه هي القناه تتبنى وجهه نظر يقينا، ماكو قناه في العالم اذا ما عندها وجهه نظر معينه رساله تريد تؤديها، اداه لارسال هي رساله تريد تؤديها. هاي الرساله يجب ان يكون لها مرسل ومتلقي. فبالتالي عندما تاتي انت ضد وتفند هذه الرسالة وتوضح أن هذه الرسالة ليست رسالة حقيقية بل هي رسالة وهمية، الغاية من عندها هو الإضرار بالرأي العام، الذائقة العامة تلوث. عندما تأتي أنت وتقول هذا الماء ملوث هذا يؤثر على الذائقة العامة، فهو بالتأكيد أنت ما راح تكون محبذ. وبالتالي أنا أرى أنه مثلا كثير من الأشخاص للأسف الشديد أسأل الله أن يهديهم ما عنده رتم خاص، ما عنده بصمة، ما عنده شخصية محددة به، ممكن أنه بحيث تجده في القناة العربية يقول شيء. هذا سؤال مهم، يعني في بعض الأحيان نشوف محللين في قناة العربية يحكي شكل، يجي بالقناة المحلية العراقية اللي تابعه أو يعرف أنه توجهاته معينة يحكي شكل. ليش؟ حتى يبقى محافظ على التواصل وإدامة التواصل وزخم التواصل مع
هذه القناة العربية أو الدولية، لأنها تعطي أحيانا مبلغ شهري 3000 4000 دولار بسبب، يعني نرجع لسؤالنا الأول هي شراء الذمم، هذا اللي تحدثنا بيه، بس احنا دخلنا بالتفاصيل. بالنتيجة أولا الله يدري لو ما يدري، الله سبحانه وتعالى يدري وأنت تدري تمريح ضميرك، وبالنتيجة مصداقيتك أمام الجمهور. هسه هذا جمهورك مو جمهورك، جمهور آخر. هذه المصداقية شيئا فشيء تكبر وتنتشر، الآخر هو الذي يضمحل ويتبخر. ليش؟ لأنه بناء وجوده على رمال متحركة ليست أرض صلبة. أنا اليوم ما أقدر أتحدث بمعلومة إذا ما متأكد منها فعلا، وأحيانا من مصدر القرار السياسي إذا مو من أكثر من مصدر، وإحنا مرات نبحث عنها. سألتي في البداية إحنا مرات نبحث عنها، لأن أنا هذه أعتبرها من أساسيات واجبي أنه أنطي للمتلقي معلومة حقيقية. ألتقي بكل قادة الإطار وحتى الفصيل السياسي المختلف، إذا كان أقصد مختلف سياسيا وليس اجتماعيا، إذا كان كردي وإذا كان سني، شو المشكلة؟ يعني أقبل الرأي الآخر. هسه أنا شطيني إجازة لو أروح، يعني شفتك تباوع بساعتك يا خليه عندي التزاما لو نروح فنعتذر. شنو سعيد تبقى في راحتك؟ مليت من عندنا؟ لا بالعكس، بس انا قاعدين سوى عنده التزام. انا عندي التزام. انا استاذ حيدر عنده التزام. سوالف حلوه كمل لنا سوالف. احنا ما بقى لنا يعني سيد عباس سوالف انت بك البركه. انا خرجنا راح استاذ حيدر راح يغادرنا لانه عنده التزام. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خليني صاحب اليعف صاحبه مخو بعد تكون عيد النظر. هذا كل ساعه هذا الكرسي يشيلونه سلطوا عليه الكاميرا. سيد عباس انت بعد عيد النظر بعلاقتك فيه راد حافكم. خليني اسالك استاذ عباس، اكو في بعض الاحيان تصل لحد الخصومه بين محلل ومحلل اخر، يعني حتى على ارض الواقع؟ اي لا سيما اللي يملكون ايديولوجيات مختلفه متقاطعه، وقد تكون حتى بالأيديولوجيات المتشابهة، بس الخصوصية بذاك باعتبار أنه يخرج من إطار المحلل إلى المتبنى السياسي، وبالتالي هو يصير الخصم نفسه. من يصير الخصم نفسه ويعتبر نقدك للحالة على نفسه شيء شخصي، أي فتنتقل لهيك، وهاي موجودة في هذا العالم وتصير القضية، وهي لا تخلو عن كل أهل صنف. كل أهل صنف أيضا موجودة هذه القضية. الأساس بها أنه أنا أعتقد أنه ما أتكلم هو هويتي، أنا ما مستعد أبيع هويتي لمزاجات قناة أو إدارة أو غيرها. بنفس التوقيت هذا يؤشر على ضعف الإعلام الداخلي اللي ما يعوض هذه القضية. للأسف عندنا عشرات القنوات لكن عندنا ضعف بإدارة الإعلام، عندنا احنا ضالين قلتشية. قنواتنا للأسف عندها ضعف في خلق الجو والرأي العام، لهذا يبادر الأخوة المحللين والكتاب من خلال مقالاتهم ومن خلال تغريداتهم إلى صناعة جو. لهذا أنت مرات تنزل تغريدة يخابرك معد أو مقدم على أساس هذا الموضوع شنو بالكتيج يا بل المفروض هذا مهنتك. الضعف الإعلامي اللي عندنا وأشر بصراحة الاتحاد بهذا المجال لم يستطع أن يواجه بإمكانية بقدر ما واجه المحللين. في الجبهة تحملها المحللين وتحملها المدونين بقوة، في حين ضعفت جبهات القنوات التلفزيونية الفضائية تحديدا والإذاعية في أن تستطيع أن تخلق أجواء مضادة أو خلق جو على الأقل تقدير داعم. الإخفاق اللي يعدها هو بسبب قلة الثقافة الإعلامية. ثانية الابتعاد عن أدوات الحرب الحقيقية. إحنا بحرب إعلامية، حرب ناعمة، الكل يعرف إنه إحنا في حرب ناعمة أواجهة أيضا إعلامية بواجهة. والمحلل السياسي في الساتر الأول هو هذا وظهرك مخفي. إيش منتظر؟ منتظر ذيك القناة لو تتنازل عن رأيك، لو هي أصلا أكو بعض القنوات محترمة أجنبية وغيرها تطلب رأيك وتقبل برأيك ما عندها مشكلة. وطبعا من باب أنت ذكرتي موضوع الهوية وذكر الأسماء وغيرها، أنا تعرضت مرة إحدى القنوات الأجنبية كنت واضع شارة الشهيد الخالد أبو مهدي رضوان الله عليه، فقال تحرجنا بعدنا بالترتيب الاتصال البث، قال تحرجنا يا ريت ترفعها. قلت له اطلع. قال ليش؟ قلت له هي هويتي، هويتي اليوم ذكرى استشهاد ابو مهدي، انا وضع هويتي. ما قال اوكي محترم.
الأصل إحنا مو فقط ننتقد الآخر، الآخر هو مكون مؤسسة بكذا مليون دولار حتى يمشي رأيه، فأنت ما تجي تلومه، تجي تلوم أنت نفسك أو تلوم وضعك في أن اليوم قوى سياسية تدير البلد لكنها تخفل عن إدارة الإعلام. الإعلام لدى القوى السياسية بصراحة آخر همومهم قد يكون التفتوا إلى بالحرب الأخيرة، بالحرب الإعلامية الأخيرة، وقد التفتوا إلى من خلال النزول إلى ساحة التغريدات والتويتر وغيرها بشكل كامل، وإلا هذه المساحة مساحة خالية. ولهذا إذا ترجعين أغلب الأخوة القادة تجدين إنه منصاتهم ما بيها عدد كافي من المتابعين لأنها لم تستطع أن تكسب الرأي العام. الرأي العام ما أعرف مخرجنا إيش قد بقالنا من الوقت. بعدنا أول الوقت. أول الليل. إيش قد بقالنا من الوقت؟ أنا عندي سؤال نوجهك. مخرجنا. دقيقتين. هذا جزء من البرنامج. دقيقتين. خليني أسأل. كنا نعكس الحالة نوجه لكم سؤال. توجه لي إلي؟ يعني البرامج موجودة يعني جاهزة بس من ننهي البرنامج. أستاذ سرمد، لو أسألك عن تحليلك لما يحدث الآن، هل هو مبشر بخير يعني ما يحدث على أرض الواقع؟ اليوم دا نشوف بعض الانفتاح الأمني، بعض الأمور الخدمية دا نلحظها، بس ما أعرف هل هو بشرة خير، هل هناك يعني أمور على أرض الواقع راح نشهدها بالأيام القادمة؟ يعني عمليا ومهنيا والله كل الأمور تبشر بخير إن شاء الله، لكن ماكو معرقلات؟ لا أكو معرقلات. يعني مثلا شوفي مشكلة ديالة يعني هدأت، لكن أيضا أكو تخوف. يعني هذه كمن يريد يثير هالأمور في وقت الرجل رئيس وزراء دا يعمل وما دا يلتفت لهاي الأمور. واني طبعا أيضا يعني خلال تواصلنا قدمت نصيحة، قلت لهم يا شباب يا أخواننا، أنتوا دا تقودون البلد، انظروا للأمام، لا حد ينظر للخلف والمشاكل مالتنا. خلوا هذه احنا محتاجين البلد. شوف اليوم بلشوا بالمجسرات، اكو مصانع كانت دايمة بدوا يفتتحوها، اكو مشاريع زراعية في فك الاختراقات اللي فك يعني هذه الامور جدا مهمة، والرجل دي يتابع هو هذا. احنا شنو اهم نقطة بالسيد رئيس الوزراء؟ انه خدم بهواي وزارات، واي ملف تطيه يعرف عنده معلومه كامله عليه. هذا شيء جيد جدا زين، لكن سياسيا لا والله صراعات موجوده، وهاي صراعات ما راح تنتهي. يوميه قصه، ويوميه واحد زعلان، يوميه واحد بدل. الصراعات السياسيه موجوده بكل ديمقراطيات العالم، بكل لكن كل بلدان العالم موجود هذا الصراع السياسي. احنا بس لتختلط الصلاحيات زين، هي هاي الإشكالية. إن شاء الله يا رب الصراع ما يوصل إلى المواطنة العراقية. إحنا نريد نحافظ على مواطنة إن شاء الله، ونريد نحافظ على هذا البلد. مخرجنا رادوا يسألوني سؤال، تسألني لو أختم البرنامج. إحنا نسؤال فيك أنا باعتبارك أمسية. نقول ليش عن المحل السياسي لقاءاتكم ويا محصورة دائما بالوضع السياسي الراهن، ليش ما تخرجوا من هذا حقيقة؟ اليوم حتى هذا البرنامج لا حتى هذا البرنامج احنا كنا نتوقع راح نتحدث عن محطات اللي مرينا احنا بيها بحياتنا الشخصية. لا سألنا رحنا وين؟ لا سألنا البرامج ايضا الترفيهية وأبرال تباركي على العرس الثاني ما صارت. ما صارت، مبروك المرة الثانية. احنا بارك لك باسم الجمهور ان شاء الله. يا ربي يعني رمضان كريم عليكم مرة أخرى وعلى عوائلكم، وشكرا جزيلا لوجودكم. جزيل الشكر والامتنان لهذه. أكيد شكرنا لأستاذ حيدر اللي غادرنا. مشاهدينا محطاتنا متواصلة ومستمرة وياكم، خليكم ويانا غدا بمحطة أخرى. إلى اللقاء.